إخوة الإيمان والإسلام، صرخكم أشرف عيسى يقدم لكم عزاء الحاج قياد سلطان كفر الزيات محافظة الغربية محافظة العالم القرآني دكتور أحمد نعينة، ليتفضل مشكورا الإذاعي الشهير. يدبر الأمر
هذا لا خليك ورا برضو تصور هصورك بقى فايق وفي لوط القطاع متجاولات عايز الحفلة دي تطلع الصفحة ان شاء الله ان شاء الله وفي لوط قطع متجاولات وجنات وفي لوط قطع وتجاولات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير ونفضل بعضها على بعض في لبن إن في وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو
السلام أستاذ. وإن ربك لشديد العقاب. صدق الله العظيم. عليك يا دكتور. ضفت عليك. ضفت عليك. معلش قوي على الأمة كانت فاتتك. عايزين أعادهم على كرسي غصب عنهم عشان يسمعوا كلام الله. لو آية اسمعوا آية ولا فين يطلعوا في خيبة. حبيبي عمي ده تعالي
شوف سوا
سلطان كف
قطع عليك يا دكتور. ما شاء الله. له دعوة الحق جل شأنه. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. Thank you.
عبر الأثير قل من رب السماوات والأرض قل الله سبحانك قل أفتخذتم من دونه صوت الرعد ده يا سيدنا الله بسم الله ما شاء الله انت بتفسر وبتشرح وبتقرا كله جمال ما شاء الله ما شاء الله يا سيدنا ما شاء الله قل هل يستوي الأعمى والبصير ام هل تستوي جل شأن نعم 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 يا دكتور وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من دونه
أم هل يستوي الظلمات والنور؟ سجل لكم أخوكم أشرف عيسى، سجل أشرف عيسى كفر الزي. صدق يا إلهي وكذب فيما أحسن، قلت وقولت عشنا مع طب القلوب وشفاء سرور، آيات بينات بذكر الله الحكيم، قتلها على لسان غضب ذلكم العلم القرآني الزعيم، فضيلة القارئ الدكتور أحمد عينا الكرو المعروف لساعة والتلفزيون، كل هذا ما قدمها لكم صوتا وضوءا على أحدث مكتبات شهد عالمية والهندسة الضوئية ركبت لكم من داخل محلات المتوكلين على الله أولاد الحج أبو العلا أحمد سرور صاحب قصر الضيافة المطرم له أولاد الحج أبو العلا أحمد سرور المقيمين بمدينة كفر زياد محافظة الغربية وعلى كل متقدم العزاء كان سعيهم مشكور. عزاء الحج قياد سلطان، عزاء الحج قياد سلطان كفر الزيات. صح الله يخليك. شخص بدر. حبيبي.